محمد مصطفى فتحي يقول له كلمة واحدة. انت في مرحلة دلوقتي كبيرة جدا، انت بقيت قائد مع شيكابالا ومع حازم امام ومع اوباما من وطارق حامد من اللعيبه الكبار الفرق، عليك مسؤوليه كبيره جدا. نادي الزمالك بيعقد عليك امال كبيره جدا، لازم تظهر بالمستوى اللي ظهرت بيه في سموحه واكتر منه كمان. ده كل في كلمه واحده ان شاء الله. بحب جدا خالد. انا عايز اقول لك حاجه، انا اقول له حاجه واحده بس، استثمر الماتش اللي فات. يعني الماتش اللي فات ده خليه انطلاقه، انطلاقه ليك، هيبقى انطلاقه، وكمان وجوده في المنتخب هيساعد كمان. لو لعب في المنتخب مع كيروش هيبقى انطلاقه تانية. هيلعب ابو جبل تقول له ايه؟ حارس كبير جدا، من الناس اللي انا يعني مقتنع ان هو وجوده مهم جدا في نادي الزمالك، هو وعواد. الناس يعني داست عليه شويه بالماتش اللي فات. طبيعي يعني، طبيعي مع الهزيمه، مع 5 اهداف طبيعي. لكن بتوع الكوره بيعرفوا اليوم اللي مش انت موفق فيه، الكوره بتاعه الجول الاولاني والجول ما كانش هو لوحده الرابع، ومش انت لوحدك، مدافعين ونص الملعب بقول لك 8 يعني 8 وده شيء طبيعي كمان. فاتمنى له ان شاء الله التوفيق وهو من الكبار بتوعنا. مين الزمان. افضل انت عمال تقول لي 8 8 مين افضل 3 لعيبه شايفهم يعني قدوا نوعا ما؟ مفيش افضل يعني افضل يمكن 3 لعيبه يمكن شايفهم. شويه طارق حامد، شويه شويه زيزو، شويه ومصطفى. مصطفى طبعا نزوله هو اللي عمل الفرق. الجزيري لا، الجزيري ما حسيتوش قوي برضه. يعني شايف ان طارق حامد ومصطفى فتحي وزيزو. يمكن الشوط الاولاني هو طارق وزيزو شويه، يعني مش ده مستوى طارق ولا مستوى زيزو، لكن هم اللي كانوا شايليننا شويه. تمام، نروح للصوره اللي بعد كده. اشرف بن شرقي تقول له ايه؟ نادي الزمالك نادي الزمالك كبير قوي يا خالد. هو عارف كويس قوي ان نادي الزمالك كبير. اتمنى ان هو يستثمر فرصه حب جمهور نادي الزمالك له ويقعد في الظروف اللي احنا فيها دي، لكن لو هو اختار طريقه احنا بنتمنى له كل التوفيق، ونادي الزمالك ما بيوقفش على حد. تمام، نروح للصوره اللي بعد كده. عبد الله جمعه اختفى. عبد الله يعني ظهر بمستوى جيد جدا في البدايه. انا شايف انه انشغل بحاجات كتيره جدا بعيد عن الكوره، استسلم لزياده وزنه، لازم يرجع زي الاول ولازم يرجع اكتر من الاول، لان فعلا عبد الله من الناس اللي جمهور نادي الزمالك بيحبها. لكن مش هو على فكره وعنده بصمات. طبعا طبعا السوبر وبطوله افريقيا. لا هو هو ظهر بمستوى، لكن القبول بتاع ربنا. يعني عبد الله من الناس اللي هم لما يلعبوا على طول الجمهور بيحبهم بالزبط. فلازم يستثمر دي وهو لسه صغير، وهو لعيب كبير طبعا. عبد الله من اللعيبه كويسه. نروح للصوره اللي بعد كده. ايمن حفني يعني انت عارف ان ايمن حفني موجود ومتأيد. احنا نسينا، احنا كمان نسينا ان ايمن حفني موجود. ده حاجه موهبه فذة، موهبه بس لازم الله مش طبيعيه، لكن بيتعرض لظروف كتيره جدا خارج عن ارادته. لكن اتمنى ان شاء الله ان انا اشوفه في الفتره اللي جايه موجود مع زمايله في نادي الزمالك. الونش احسن مدافع في افريقيا يعني. لما ركز ولما التزم اكتر مع نفسه احسن مدافع في افريقيا بلا منازع. بس اقول لك حاجه بصراحه، عشان انا برضو انا بحبه، ماتش امبي ما عجبنيش. كان مع الراس حربه بتاع امبي فاكره، اللي هو ايبوكا حاجه كده. وماتش الاهلي برضو كان بعيد. يعني انا عايز الونش يرجع تاني اقوى. لما يحصل الاستقرار في الخط ده كله خالد، ويبقى المستوى الفني بتاع اللعيبه كلها ما يبقاش مثلا يعني مباراه النادي الاهلي كان محمود علاء وحمزه المسلوسي وفتوح في مش مستواهم. فهو بالتالي لازم هيظهر بالمستوى ده، لكن لما هيتظبط الخط اللي ورا ده كله هيظهر كله بالمستوى المعتاد يعني. تمام، نروح لرزاق سيسي. من اللعيبه اللي انا مقتنع بيها جدا، من اللعيبه اللي انا شايف انها لو كانت موجوده في نادي الزمالك من الموسم اللي فات او اللي قبله كان زمانه في حته تانية خالص دلوقتي. اتمنى ان شاء الله ان الاصابه اللي موجوده دي تعالج منها كويس قوي، وانا عندي ثقه في الجهاز الطبي اللي موجود في نادي الزمالك يرجعوه لنا باذن الله بصوره كويسه. يعني هيفرق مع الزمالك ويرجع؟ هيكسر الدنيا بجد؟ هيكسر الدنيا؟ شايف كده؟ وانا بقول لك يعني لو نضق يعني. نضق، لعيب كويس جدا، وكان هو من العوامل اللي فارقه جدا في نادي الاتحاد. و بيخافش ماتشات كتير، بيخافش ماتشات كتير. لا ما بيخافش، لعيب كبير ولعيب كويس وسنه صغير، وده هيبقى ان شاء الله باذن الله هيكسر الدنيا في مكانه سواء بن شرقي موجود او مش موجود. تمام، نروح للي بعد كده. كارتيرون مدرب كبير جدا، شايف ان هو يعني احسن حاجه عملها اللجنه بتاعت الاستاذ حسين لبيب ان هم جددوا له 3 سنين. اتمنى ان شاء الله يبقى مشروع نادي الزمالك، بس عايزين نحط له الاستقرار حواليه، يحس بالاستقرار، هتلاقيه بيبدع وبيشتغل بصوره افضل من كده كمان. تمام، اخر صوره دي يا جماعه. شيكابالا
اخر صوره يعني ده الالفة بتاعتنا يلم الفرقه بقى. عليه دور كبير جدا هو واللعيبه الكبار ان نلم الفرقه واللي كانوا بيعملوه في السبع ماتشات بتوع الشهر اللي لعبناهم دول لازم يرجع يعملوا شيكابالا. وده يعني الامتداد بتاعنا، بنبقى سعداء جدا في وجوده في الملعب وبره الملعب. هو كابتن نادي الزمالك وهو الكابتن دلوقتي اللي موجود والرمز بتاعنا اللي موجود واللي بيمثل اللعيبه ان شاء الله باذن الله عليه دور كبير انه يرجعوا الفرقه بسرعه، وان شاء الله يبقى تواجده في مباراه الاسماعيلي هو وزمايله ويفرحونا باذن الله بالثلاثه.